مرحبا بالجميع، كيف حالكم؟ أعتقد أن لحظة الاسترخاء قد حانت، لأننا سنعرض لكم اليوم 7 أشياء خفية في ألعاب الفيديو يصعب العثور عليها. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ بوكيمون كريستال. كما هو الحال بالنسبة للأفلام، غالباً ما يترك لنا مطورو ألعاب الفيديو بعض الألغاز حتى نتمكن من البحث عنها أثناء اللعب، لكن في بعض الأحيان وربما بسبب الإهمال أو الخطأ أو كسل المطورين، قد يتركون بعض الأشياء أو المناطق الخفية التي لا ينبغي العثور عليها، سواء داخل كود اللعبة أو بسبب الثغرات والكليشيهات، وهذا ما سنتطرق له خلال هذا الفيديو. عندما يتعلق الأمر بالألغاز في هذه الألعاب، لا يمكننا تفويت البوكيمون الذي يحتوي على قائمة طويلة من الثغرات والأسرار، والتي لا ندري ما إذا كان المطورون قد تركوها عن قصد. مثال المقاطع المخفية في البوكيمون كريستال، والتي ظلت مجرد شائعة لفترة طويلة، أصبحت الأسطورة حقيقة عندما اكتشفها لاعب باستخدام برنامج خاص، والتي تسمح عند بدء اللعبة بالتحرك في الاتجاه المعاكس والخروج من الشاشة تماماً. بعدها مباشرة يمكنك الانتقال لمنطقة غريبة مليئة بالكلمات المبتذلة والموسيقى الهادئة المشوهة. لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام الذي يمكنك العثور عليه هناك هو تلك الشخصية بالأبيض والأسود التي لا يوجد لها أي تسجيل، وإذا حاولت التفاعل معها عدة مرات فإن اللعبة تتصدع. كالمعتاد لم تصدر نينتندو أي بلاغ عنها، لذا فإن السبب الحقيقي لهذا البعد الخفي سيبقى لغزاً. ماينكرافت. حتى لو كنت تعيش في جزيرة صحراوية بدون أي نوع من الأجهزة الذكية وبدون إنترنت، فلا شك أنك تعرف لعبة ماينكرافت. وإذا كنت من محبي هذه اللعبة، فستعرف بالتأكيد أنها تخبئ العديد من الأسرار الصغيرة. ومع ذلك، هناك سر واحد على وجه الخصوص، لم يتمكن سوى عدد قليل جداً من المستخدمين من العثور عليه. منذ بضع سنوات بدأت الصور في الانتشار على بعض منتديات الإنترنت، حيث يمكنك أن ترى أنه في القائمة الرئيسية يوجد اسم ماينسيرف بدلاً من ماينكرافت. كان يعتقد في البداية أنه خبر مزيف، لكن عندما اكتشف نوتش هذا الأمر صرح أن كل ما كان يروج كان حقيقياً، لأنه أخفى هذا العنوان على أنه مزحة عندما ابتكر اللعبة، لكنه لم يعتقد أبداً أن شخصاً ما سيكتشفه، لأن هناك فرصة بنسبة 0.01% للعثور عليه. مع مرور الوقت اكتشفه المزيد من الأشخاص، ولكن في حين أتيحت الفرصة لعدد قليل فقط من الأشخاص لتجربة ذلك بشكل مباشر، قضى آخرون ساعات طويلة في البحث عنه دون جدوى. لذلك في المرة القادمة التي تفتح فيها ماينكرافت، افتح ملفك بعيون واسعة، لأنك قد تكون أحد هؤلاء المحظوظين. Final Fantasy 7. مع 170 عنواناً لمنصات مختلفة، تعد Final Fantasy واحدة من أكثر الألعاب شعبية في صناعة ألعاب الفيديو، ولكن من بين جميع عناوينها سنركز اليوم على لعبة Final Fantasy 7، وهي لعبة تم إصدارها سنة 1997، والتي تمكنت منذ ذلك الحين من الحفاظ على لغز غامض جداً لم يتم حله بعد. كما ترى في خضم اللعبة تصل إلى مكان يسمى سجن كارويل، وهو مكان صحراوي لا يحتله سوى البلطجية. الشيء المميز في هذا السجن هو أن هناك حفرة في الأرض تأخذك إلى ما يشبه السرداب. بمجرد وصولك يمكنك رؤية بقايا عظام وصندوق فارغ. في الواقع يبدو كل شيء وكأنه ديكور فقط، لأنه لا يمكنك التفاعل مع أي شيء، لكن الكثيرين تساءلوا عن سبب وجود هذا المكان، والأهم من استولى على ما بداخل الصندوق. كان من الممكن أن ينتهي الأمر بهذه الأسئلة، ولكن اتضح أنه في هذا السيناريو هناك أكثر مما تراه العين، حيث أدى البحث في ملفات اللعبة من طرف مستخدم إلى اكتشاف شخصية بلون أحمر مخفية في الموقع، وهو الأمر الذي زاد من غموض اللعبة. يقال بشكل غير رسمي إن هذه الشخصية تم إنشاؤها من أجل معركة اختبارية تسمى الثالثة، والتي ستواجه فيها نوعاً من الذئاب، ولكن في النهاية بدلاً من القضاء عليها قاموا بإخفائها خلف المسرح. يمكن تأكيد ذلك في النسخة اليابانية، حيث تمكن بعض اللاعبين من التفاعل مع الشخصية، لكن طالما لم يؤكدها الأستوديو فسيظل الأمر مجرد تكهنات. بيبر ماريو. من الواضح أنه إذا تحدثنا عن ألعاب الفيديو فلا يمكننا ترك عناوين ماريو بروس الأسطورية جانباً. في لعبة بيبر ماريو لـ N64 كان هناك لاعب يدعى راب دوغ يبحث عن طريقة لتخطي عدة مستويات، وذلك لإنهاء اللعبة بأسرع ما يمكن.
حيث وجد كليشيهات قفزت به عدة مستويات إلى الأمام حتى وصل إلى الجزء الجنوبي من المدينة إثنان. والمعلوم أنه إذا وصلت إلى ذلك المكان مسبقاً في الإصدار الأمريكي فستتوقف اللعبة عند محاولتك التحدث إلى شخصية غير قابلة للعب. ومع ذلك ظهرت هذه الرسالة في النسخة اليابانية: أنا لا أتحدث. ومن حسن حظ أولئك الذين لا يتحدثون اليابانية أن أحد المستخدمين على منصة اليوتيوب يدعى Strader7X قام بترجمة الرسالة إلى اللغة الإنجليزية. بفضل ذلك علمنا أن النص يختلف قليلاً من لغة لأخرى، ولكن في الأساس يمكنك قراءة ما يلي في كل لغة. لا يجب أن تظهر هذه الرسالة. إذا حدث ذلك فذلك لأنه خلل برمجي. هذا يجعلنا نعتقد أن نينتندو كانت على علم بالفعل بوجود السياج، ولكنها تغاضت عنه في حال اكتشفه شخص سريع. ألم يكن من الأسهل إصلاحه من البداية؟ سوبر ماريو بروس. دائما في إطار تحليل لعبة السباك ذي الشوارب، فقد ظهرت خلال التسعينيات واحدة من أكبر الشائعات حول سوبر ماريو بروس، حيث قيل إن هناك مستوى خفيا يسمى بالعالم السلبي أو العالم ناقص واحد، والذي يمكنك الوصول إليه بفضل ثغرة في المستوى واحد واثنان. حسنا، تقريبا عند الوصول إلى النهاية بدلا من اتباع المسار يجب عبور الجدار. نعم، إنها تبدو أشبه بمهزلة كبيرة، ولكن بفضل وصول الإنترنت تمكننا من التحقق من صحتها. ولتحقيق ذلك عليك أن تقفز في زاوية بينما تنحني. إذا قمت بذلك بشكل صحيح سيبدأ ماريو في الانزلاق داخل الحائط، وعندما تصل إلى الجانب الآخر تدخل الأنبوب فتصل إلى المستوى ناقص واحد. في البداية يبدو هذا العالم وكأنه مستوى من الماء فقط، ولكن إذا نظرت عن كثب إلى الجزء العلوي ستجد علامة العالم ناقص واحد، وأيضا إذا حاولت الانتهاء منه فلن تكون قادرا على ذلك، لأنك عندما تصل إلى النهاية يتم إعادة تشغيل كل شيء في حلقة لا نهاية لها. حسناً، أتعتقد أن هذا هو كل ما في الأمر؟ دعني أخبرك أنك مخطئ جداً، ففي النسخة اليابانية كان كل شيء مختلفاً تماماً. كي تبدأ توجد ثلاثة مستويات سلبية حيث تصبح الأشياء غريبة جداً. على سبيل المثال في المرحلة الأولى يمكنك إيجاد الأميرة بيتش تطفو. في المستوى الثاني لا يوجد الكثير من الغموض، ولكن عندما تصل إلى المستوى ناقص ثلاثة ستدخل قرعة بوسر وستجد حباراً عائماً، وإذا قمت بسحقه ستحصل على 1000 نقطة خبرة. بالإضافة إلى ذلك عندما تصل إلى النهاية لن تجد شيئاً سوى رسالة الشكر الكلاسيكية. حتى الآن لا يعرف الغرض الحقيقي من تلك المستويات. على الأرجح أن كل هذه المستويات كانت فقط للاختبار ولم يتم محوها من اللعبة مطلقاً، لكنني متأكد من أنها لم توضع ليتم اكتشافها. Tomb Raider The Last Revelation. لا شك أننا جميعاً لعبنا على الأقل إحدى إصدارات ملحمة Tomb Raider الأسطورية. بشكل عام في هذه الألعاب يعد الاستكشاف أحد أهم الأشياء، لأنه عليك الذهاب مع لارا كرافت بين الكهوف والمعابد والأماكن الرائعة. ولكن هناك من لا يكتفي بتاريخ اللعبة فقط ويبحث خارج الحدود المعروفة. في هذه الحالة وباستخدام برنامج خاص يسمى وضع المحرر، تمكن أحد المعجبين من الوصول إلى مكان سري في Tomb Raider 4. اتضح أنه بفضل هذا البرنامج يمكنك أن تأخذ لارا عبر مسار خفي، حيث يصبح الأمر أكثر غموضاً عندما تجد في نهاية الطريق غرفة مغطاة بصورة لامرأة غير معروفة. يعتقد البعض أنه مستوى غير مكتمل كان في الأصل في اللعبة ونسي المطورون حذفه، بينما يعتقد البعض الآخر أنه تشكل من تلقاء نفسه في وقت تقديم اللعبة بحيث لم يعلم المطورون بوجوده. مهما كانت الإجابة الصحيحة فهذه واحدة من أكثر الاكتشافات غرابة والتي تم العثور عليها داخل لعبة فيديو. وأخيراً سبونج بوب Saves the Day. أعلم أنه من النادر جداً رؤية لعبة ويب في هذه الأنواع من القوائم، لكن ما وجدوه مخفياً في كود سبونج بوب Saves the Day تسبب في حدوث ضجة كبيرة على الإنترنت. يمكن العثور على هذه اللعبة على موقع نيك الرسمي. حتى الآن كل شيء يبدو على ما يرام، لكن الأمر الغريب هو أنه في شهر مايو من عام 2020 قام حساب تويتر غير رسمي باسم معجبي سبونج بوب بنشر تغريدة قالوا فيها إنهم عثروا على شخصية مرعبة تدعى جيمر في ملفات اللعبة. حسناً، قال موظف في الأستوديو المسؤول عن تطوير اللعبة إن هذه الشخصية تم إنشاؤها قبل 10 سنوات كاختبار لنموذجي ثلاثي الأبعاد، وخلال كل هذا الوقت تم استخدامها كعلامة في مشاريع الأستوديو حتى إنها أصبحت نوعاً من المزاح داخل الشركة. وبالنسبة للعبة سبونج بوب فإنه على ما يبدو أن شخصاً ما لم يقم بعمله بشكل جيد
ونسي إزالته من الملفات. ما رأيك؟ هل تعتقد حقاً أنهم تركوها هناك بالصدفة؟ إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟